النهارده وزارة الداخلية عاملة تقرير، عاملة حملة توعية للمواطنين بأهمية ترك مسافة أمان بين السيارات، أو حملة توعية مرورية. هنشوف التقرير ده اللي هو يعني ازاي انك انت، طبعا احنا شيء طيب ان الداخلية تعمل ده، بس احنا محتاجين على فكرة، معرفش هل ممكن عمل ده دلوقتي ولا لا، لان احنا واضح ان احنا لابد ان الداخليه تسحب تاني كل الرخص المرور اللي مع الناس، لان حقيقه الامر يعني ما هو ما ينفعش حد ياخد رخصه من غير ما يعرف اسلوب القياده. انت وانا على طريق ازاي اطلع من حاره لحاره، ازاي لما كنا انا في طريق زي الدائري وابتدى هنزل اطلع في مخرج ازاي باخد ده، ازاي ما لو فاتني حاجه ما مش هفرمل وارجع بدار، يعني حاجات كتيره جدا احنا ما بندققش فيها. يعني نمره اتنين، يعني التوعيات والحاجات دي محتاجين نبتدي بيها من السن الصغير. في ألمانيا، اللي يكسر إشارة عند حتة بتاع إشارة مرور أو إشارة مشاة عند حتة فيها مدارس والكلام ده كله، ده سنته مش فايته. ليه؟ لأن هم دايما بيبقوا حريصين الأطفال، وبيروح المرور بيعلم الأطفال قواعد المرور من السن الصغير. ما هو دايما بطبع في عقله ان خلاص الاخضر والاصفر والاحمر ده ايه، وبطبع بعقله ازاي نحترم ده ايه. حاجات كتيره جدا محتاجين، طبعا شيء كويس ان الداخليه عاملاه ومحتاجين ده، لان احنا عندنا اللي بيحصل في الحقيقه في الشارع حاجه ملهاش زي في اي حته في الدنيا. نشوف التقرير ده كده. الإدارة العامة للمرور تستكمل حملاتها التوعوية على الطرق السريعة بهدف الحفاظ على حياة المواطنين من خلال التأكيد على قائد المركبات بضرورة الالتزام بمسافات الأمان بين السيارات. وقد اختارت الإدارة وقتا متأخرا من الليل حيث الشبورة المائية التي تحجب الرؤية، حيث تم التنبيه على قائد المركبات بأهمية التوقف على جانب الطريق أو السير بمسافات محددة. عم أحمد، لو الشبورة نزلت وانت ماشي على الطريق سيادتك هتعمل ايه؟ هنشغل انتظار ونحاول نشوف اي مكان نركن فيه. تمام، هو انت قلت اجراء صح، هنشغل الانتظار في الاول ونيجي على يمين الطريق ونبدا نهدي في السرعه. رقم الاغاثه كام تعرفه؟ اغاثه الطريق اللي هي 1 2 3 ولا ايه؟ 1 2 3 ولا 3 تسعات 0122 3 وحايد 4 اصفار 0 كام؟ 122 122 3 وحايد 4 اصفار. احفظوا الرقم ده على مصلحتك، على الكارت بيبقى مكتوب. لا واكتبه، ممكن العربيه يتغير عليها سواق تاني يبقى انت كاتبه على العربيه. هذا كان المفروض في مسافه امان كده للعربيات تقريبا متر بين العربيه الثانيه، 30 متر. تمام، 30 متر ما تقلش عن 30 متر. لا ما تقلش ان شاء الله. تمام، حسب السرعه. على حسب ان شاء الله، حسب سرعتك حضرتك. مثلا لو انت مثلا ماشي 100 على الطريق الصحراوي ماشي، بتبقى طول عربيتك دي 10 امثال عربيه، يعني هي 4 متر يبقى 40 متر. إلى جانب الحملات التوعوية التي تشنها الإدارة، فقد كثفت الحملات المرورية على الطرق لتحقيق الانضباط المروري من خلال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة وأهمها مخالفات تجاوز السرعة. مدى الشبورة لما بيبقى مقرب على الرؤية المنعدمة بنبتدي نوعي المواطنين، بنعمل نقطة إحكام بعد البوابات أو قبل البوابات، بنبتدي نهيب للسادة المواطنين، نقول للسادة المواطنين نبلغهم عربية عربية إن في شبورة عندك في الحتة المنطقة الكيلو كذا للكيلو كذا، بنسأله يشوفه عارف هيعمل ايه ولا مش هيعمل ايه. يشغل الانتظار، بيقلل السرعة بقدر امكان بما لا تزيد عن 30 كيلو في الساعة، بياخد جنب الطريق اليمين لغاية اقرب استراحة وبيرتكز الاستراحة بقى لغاية ما تنقشع الشبورة. هذه الحملات المرورية لضبط المخالفين والتوعوية لرفع درجة الوعي المروري لدى قائد المركبات للحد من الحوادث على الطرق التي تستنزف الموارد المادية والبشرية للدولة، فالهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، لذا على الجميع الالتزام بالقواعد المرورية. يا رب يلتزموا.